الاطلاع على الشركة الأصغر. أخ ما صار شد أول شركة أصغر جيم شركة نقدوك شد. الحلف بغير الله. دوي بار الله وشن قيت شن زرت. يحلف بالنبي يحلف بالولي. دوي بوتو باي مارت أرت يا تعديل جيرجل شن زرت. يحلف بالصالحين. شت تعديكنا غن تير تاني دوي بوتو. بحياته. شي داخر تاني بحياة الوالدين يوخش يدينان تير تاني تير داخر بالطعام بالشراب خلين إذا دوي بارا يأم تاني مالر تاني هذا كله شرك أصغر إشهاد شرك أصغر جيم شرك يقدوخش لا يحلف إلا بالله دوي تبوأح الله يترت بي كذلك لا يمكن أن يقول لولا فلان لم يكن كذا يقول لولا الله وحده تا اشت آلی شات رو معبو یحین یخ قات علی اشت خردر اون آلی شات رو معبو یا این تو ایوات علی اشت خردر اون آلی شبو آل دیز حنا الله و اشت بنا علی خلی شات ولا يمكن أن يقول لولا الله وفلان لأن الواو تقتضي المساواة. تعيش الله يو الله يو إذا يحين يخ قوة تاريخ درون إيش تالي شات نعبون يج الله تاني تندرج حال واقع. أفضل شيء يقول لولا الله وحده. أجر هو اللي عندك هدو الله واتاري يخر دار يخ إيش تخر دارون إيش تخر داترون على الأرضون أو لولا الله ثم فلان تحقق قال نكش تكودو دوحر الله يخطوط يح يحين يا أخوات تعري أو إيش تقالي شون كذلك من الأمثلة على الشرك الأصغر ما يعلق بعض الناس في البيوت أو على السيارات أو على الأولاد إيش تا شرك أصغر يقدوش دعونا ناق تعت في أخ شلا تعتهم شيء شو ح مش يعني جوع شيء بيرشان حد تير كيوك دي شيء غورتن دي تير تند أخ شلهمش يعلق رأس ثور مثلا رأس الخروف الذي له قرون مثلا إيش تا معش بيجني معش دي أخ تو مش يعني دي شو ح أو يعلق مثلا حذاء قديم نعل قديم يو ماشي عندي توستو تعطيش ماج أو بعض الخرق يعني قماش قديم أسود إشتا تعطي قادي ينشتي عوقتو أو يضع كف مثلا أو عين إشتا شي كيك لدون إشتا صور تخول تقاح يوخ بعق خول تقاح لماذا تضع هذه الأشياء؟ هندو يخشو تاريش هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ بايمر صلى الله عليه وسلم ديو نيتي هل هذه الأشياء تدفع العين؟ أتهم وعشيخ بعد تخولي الديع هذا كله من الشرك إذا شهدك شرك يقدوه شدون من يحفظ لنا هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى الله هو بي ويلر دي أشداتهم